كنا بنعرف اللي بصير بفلسطين وتحديدا اللي بصير بغزة وتحديدا اللي بصير برفح هسا رفح هي آخر ملجأ بروح عليه فلسطينيين فيش ملجأ بعدي وانت بتعرفوا يعني اليهود دايما بينقطعوا عهودهم ومستحيل يوفوا بإشي فيحكوا لك روح هان هذا مكان أمان، بروح فلسطينيين عليها واليهود كالعادة بيقصفوهم يعني السادات الحكام العرب اللي بيعملوكم مع مع اليهود أبصر شو، يتفاجئوش بالمستقبل لما اليهود ينقطع عهد ويعملوا وتصير مشاكل بيناتهم، لأنه اليهود هاي معروفة شغله من بس من النبي صلى الله عليه وسلم ولحد اليوم بينقطع عهود، بس الله واقف معانا ومع فلسطينيين إن شاء الله بندسو فلسطين قريباً عن اليهود، هسا هيك هيك الحلو بالموضوع أن فلسطين راح تنتصر راح تنتصر، لأنه هذا مكتوب بالقرآن من عند الله. واحنا بنعرف ان الله لا يخلف الميعاد فيديو قبل هيك بنيت عالم فلسطين والناس قيموني احمر فبدي اتابع ابني مرة ثانية بلكي ناس تكون خيارات رأيها حاولين القضية نشوف اذا عطوني احمر في نبني عالم اليهود او الاحتلال الصهيوني عشان نعرف كيف نحكم على اللاعبين ماينكرافت اذا حطوا أحمر هذيك المرة عشان عالم فلسطين يعني هم بيدعموا اليهود ولا لانه كان برا الموضوع طبعا قاعد اقيم الكل احمر عشان اختصر مشاكل واختصر تفكير وهسا حاليا بدي استناهم اشوف شو راح يقيموني بناء على علم فلسطين ما توقعتهاش انا مش من ماكس الثلاثة الاولى توقعت اكون منهم وفي عندي اثنين مية اربعة جود واحد جريت اثنين اوكي يعني الوضع شوي بس فيش لف خلنا نجاوب نبني علم اليهود أو الاحتلال الصهيوني سميه زي ما بدك بس مش الاسم هفك وهينا بنينا علمهم اللي راح يروح قريبا مش راح يرجع ومنتاج حط اللمسة الأخيرة يا سلام هيك تمام هسه كالعادة راح قيمهم أحمر وبعدين نشوف شو قيمونا طلعوا الفيديو طلع مش مكمل برنامج التصوير لحاله وقفوا وإن شاء الله تكون هاي آخر مرة بصير زي هيك طبعا اللاعبين قيموا العلم أحمر الحمد لله بس اللعبة من مايكروسوفت ومايكروسوفت تدعم اسرائيل فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا